يعني ربما نحن أمام عودة للقاعدة من انهيار الحلم الداعشي. لأن الخلاف كان بين القاعدة وبين داعش حوالين أولوية التمسك بالأرض أو إعلان التمكين، لأن التمكين له شروط موضوعية القاعدة لا ترى أنها تحققت. بينما كان يعني نهج داعش أن لا، ارفع راية وسيطر على بقعة واعلن دولة، يقوم ده تخلق أمر يسحب واقع. يسحب ناحيتك أو تبقى بتمثل إلهام لكل الجهاديين حوالين العالم، وده حصل بدرجة من الدرجات. صحيح.